السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله الفيديو النهاردة هيبقى عن افكار لترتيب مطبخك. يا ربي الفيديو عجبكم وتستفيدي منه، ونبتدي على طول الافكار. اول فكرة معانا النهاردة هي ترتيب الاطباق البلاستيك. معظمنا وخصوصا اللي عنده اطفال بيبقى عنده اطباق بلاستيك، بس بتبقى يعني اشكال مختلفة، اعداد قليلة، بتبقى صعب ترتيبها في دولاب المطبخ او بيبقى شكلها مش كويس. فانا فكرت احطهم في باسكتين كبار زي دول، مجمعه كل اطباق البلاستيك بتاعت ولادي، وحطها في رف عالي في المطبخ، بحيث لو عايزه اي حاجه منهم انزل الباسكت كله واخد اللي انا عايزاه وارجعه تاني مكانه. فبيبقى شكله منظم جدا في دولاب المطبخ وشكله ظريف. هوريه لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين الشكل قد ايه مرتب، حطهم في اعلى رف عندي، فبحيث الطبق اللي انا عايزاه بنزل الباسكت كله واخد الطبق اللي انا عايزاه وارجعه تاني. وطبعا عشان كلها اطباق بلاستيك فالباسكت الكبير ده بيبقى خفيف وسهل انك تنزليه وتطلعيه كل شويه. وحطينا في النص شويه اطباق بلاستيك كبيره. يا رب الفكره تكون عجبتكم، ونتنقل للفكره اللي بعدها. تاني فكره معانا النهارده هي درج المعالق. انا صراحه اكتر حاجه ما بحبهاش في المطبخ لما يبقى درج المعالق مش مرتب، مع انك ممكن ترتبيه بافكار سهله وبتكلفه بسيطه. يعني المنظمات دي موجودة في كل مكان وأسعارها رخيصة. أنا حاطة هنا، وخصوصا لو عندك معالق كتير، أنا حاطة هنا المعالق عكس بعض بتاخد معالق أكتر، حتى السكاكين هنا حطها عكس بعض. حاطة هنا السكاكين الكبيرة ومعلقة الآيس كريم، وحاطة هنا المقشرة والسكاكين الصغيرة، وحتى السكاكين اللي بنستخدمها كل فترة بتاعت الستيك. وحاطة هنا عصارة الليمون، يعني حط حاجات كتيرة في درج واحد، يعني تقريبا كل اللي بحتاجه في يوميا وبشكل مرتب وبتكلفة بسيطة. نتنقل اللي بعده. تالت فكرة معانا النهاردة هي استخدام الصناديق في ترتيب الرفايع. كلنا عندنا رفايع كتير في المطبخ، وممكن تكوني ما بتستخدمهاش يوميا، ففكرة حلوة انك تستخدمي صندوق تلمي فيه كل حاجة وتجمعي كل حاجة شبه بعضها مع بعضها. يعني انا الصندوق ده مثلا هحط فيه كل الحاجات اللي بستخدمها للحلويات، زي قطعة الدونت، بتاع الخشب دي اللي بتشكل المعمول، الأكواب المعيارية، قطعات البسكوت، حتى الأوراق، الكب الورق ده بتاع الكب كيك، يعني كل الحاجات اللي بستخدمها في الحلويات. طبعا مبستخدمهاش يوميا، فأنا حطاها في صندوق وحطاه هو بغطا وحطاه عندي في دولاب المطبخ. او ممكن كمان مثلا تحطيه في اي حته تانية كذا صندوق في بعض، وخصوصا اللي بتقفلوا دول، فيوفروا معاكي مساحه، وخصوصا لو ما عندكيش مثلا ادراج كفايه في المطبخ. والرفايع دي طبعا يعني بيبقى دايما شكلها مش مرتب، فدي فكره كويسه لما اي نوع من انواع الرفايع عندك. نتنقل للفكره اللي بعدها. رابع فكره معانا هي ترتيب فوط المطبخ. انا عن نفسي مرتبهم في درج زي ما انتم شايفين، بس لو اللي ما عندهاش درج زياده مثلا تحطي فيه، في كذا فكره لترتيب فوط المطبخ نشوف مع بعض. في طريقتين لترتيب فوط المطبخ. اول طريقه بتحطيها في صندوق زي ده قماش او بلاستيك او الموجود عندك، وتحطيه مع الفوط والبشاكير، بحيث يبقى معروف ان الصندوق ده فيه مختص فوط المطبخ بس، لو محتاجه اي حاجه بتجيبيه منه. والصندوق لو شكله حلو وعندك مكان على الكاونتر في المطبخ ممكن تحطيه برضو في المطبخ عندك. وتاني فكرة ممكن تحطيه في صندوق بغطا زي الصندوق التاني ده، بحيث ممكن ترصي كذا صندوق فوق بعض، ممكن تحطيه مثلا فوق التلاجة، هيبقى محمي من البخار بتاعه، وفي نفس الوقت شكله حلو وموفر لك مساحة. بس طبعا تحرصي تختاري صناديق شكلها حلو وملائمة مع بعضها فوق التلاجة، عشان المنظر ما يبقاش يعني مش كويس. نشوف الفكرة اللي بعدها. خامس فكرة معانا النهاردة هي ترتيب التوابل. هي في كذا طريقة لترتيب التوابل، بس دي اللي انا عاملاه في بيتي. انا جايبة المنظم ده وحطاه جوه الدولاب وحاطة فيه التوابل. هو عيب المنظم ده بس ان العلب بتاعته بتبقى صغيرة، فانا حاطة بقية التوابل الكميات كل ما تفضى املاها العلب الكبيرة اللي ورا دي. وفي طريقة تانية لترتيب التوابل هوريها لكم دلوقتي. دي فكرة تانية لترتيب التوابل. انا متهيألي الرف ده او المنظم ده بقى موجود في اماكن كتير، بيبقى زي مستويات كده بتحطي عليه التوابل، بتحس تبقي شايفة كل التوابل اللي موجود عندك، وفي نفس الوقت يعني بتقدري تجيبي اللي ورا بسهولة. بس يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ونشوف اللي بعده.
اخر فكره معانا النهارده هي ترتيب الفويل وورق الزبده وكياس السندوتشات وكياس الفرن، الحاجات دي كلها انت ممكن تجمعيها لو عندك في درج مش عميق قوي زي ما انا عامله هنا عندي. او في فكره تانية برضو بتوفر معاكي مساحه لو انت ما عندكيش درج فاضي، هنشوفها مع بعض دلوقتي. دي الفكره التانية لتنظيم الورق الفويل وورق الشمع والورق البلاستيك والحاجات دي كلها. بتجيب المنظم ده من مكان تجهيز المكاتب، في منه معدن وفي منه بلاستيك، بترص الحاجات كده فيها، ولو عندك حاجات اكتر ممكن تجيبي منظمين. زي ما انتوا شايفين موفر جدا في المساحه، بتحطيه في اي دولاب مطبخ عندك، بيوفرك من المساحه كتير وبيبقى شكله ظريف وسهل الاستخدام برضو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتي باي فكره منه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، ويا ريت لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.